ضيوفنا الكرام، ننتقل الآن إلى المحاضرة التالية في هذه الندوة المعرفية، والتي تأتي تحت عنوان قيادة وطموح لا مكان لكلمة مستحيل. يقدمها السيد ماجد العصيمي، رئيس اللجنة البرلمانية الآسيوية ونائب رئيس الاتحاد الإماراتي لرياضة المعاقين والمدير التنفيذي لنادي دبي للمعاقين. يستعرض فيها تجربته الشخصية كقائد، ويطرح تجاربا لقادة تحدوا الصعاب وواجهوا التحديات. فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بس نشوف البرزنتيشن. أيوة، هذا هو آخر واحد ولا هذا؟ طيب، شكرا. مساكم الله بالخير. أول شيء كل الشكر والتقدير لبرنامج دبي لدى الحكومة المتميز على إتاحة الفرصة لأكثر من مرة يشرفنا التواجد على هذه المنصة، ودائما يخلوني أنا آخر واحد عقب ما الناس يا هرقات واللي بيروح. يعني سعادة الأخ مطر الطاير خذ ساعة، عقب خذنا بريك، علا قالت أنتوا خلاص من 25 دقيقة بنعطيكم 20 دقيقة، يا الدكتور كملها. فأنا يعني خلاص بعد وراكم شيء أنتوا، يلا يلسي للغدا. طيب، يعطيكم العافية. يمكن قيادة وطموح ولا مكان لكلمة مستحيل. الجانب النظري الأكاديمي العلمي أنتوا تشوفونه وتحضرون فيه دورات، ويمكن الدكتور جزاه الله خير عنده التولز، الكتب، أينشتاين شو قال وغيره من هذه الأشياء موجودة. أنا بعطيكم صفحات من الواقع، ويمكن هذا بعد يلامس أهمية كبيرة عندنا نحن كلنا، شو هو الواقع وشو هو واقعنا، منو نحن وكيف نقدر نعيش. ساعات نقدر نقرأ كتب عن غاندي شو سوى في الهند، عن أينشتاين كيف فكر، عن ما أدري قال عنه من اسمه هذا مال مدرب بنياس، نابليون بونابرت. فلكن مو بسهل أن نحن نطبق اللي يقولونه أو نقراه. اليوم ما شاء الله علينا في الواتساب نطرش كوبي بيست كل شيء، عبر ومواعظ وأشياء وغيره 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 وغيره. كل إنسان أصبح مثالي بهذه المواعظ، لو والله التزمنا فيها كان نحن بث المباشر كل البرامج بنسكرها، ما بنحتاج حد يشتكي على الثاني. أنا بعطيكم صفحات من حياتي أنا الشخصية، كيف وصلت إلى قيادة القارة الآسيوية كرئيس للجنة البرلمانية الآسيوية، ومسؤول الآن عن 43 دولة وعن أكثر من نص ذوي الإعاقة اللي موجودين في الكرة الأرضية، اللي هم موجودين في آسيا في تطوير رياضتهم وبرمجتها نحو الأفضل، وهذا تم الحمد لله. تم فضل الله سبحانه وتعالى وفضل الوالدين وفضل المجتمع وفضل قيادتنا الرشيدة والثقة اللي أعطتني إياها والأشياء اللي أنا مريت فيها، ويعني القصص اللي أنا بذكر لكم إياها الآن حتى تصل لكل واحد فينا نحن وهو يالس على مكتبه يبي يتطور، يبي يترقى، يبي يكون قائد في يوم من الأيام، يبي يكون ناجح، إنه يجي ويشوف بعض المصاعب اللي مروا فيها مايد العصيمي أو الدكتور أحمد العمران صديقي وزميلي اللي هو الآن ما شاء الله دكتور وفي الأمانة ومن الناس المنتجين، أو الشخص الأصم أو الشخص اللي ما عنده أطراف أو أو أو، وتهون عليه عقب بلوته، تهون عليه مصايبه، فيقول لك إذا أنا بتدمر وبتقوقع الحينة أسير أطالع هذا كيف مشى وكيف وصل. فبالتالي لما أعمل المقارنة أنا ماشي أروح، مفروض أن أروح. هذه السوالف أنا ما أعرفها، وين الحين؟ إيه لا إن شاء الله. طيب، أول شيء أي طبعا مو بصورتي أنا، بتفاجئون أو واحد ثاني دب شوي. الطفولة والإعاقة تجربة شخصية. الطفولة بدأت الإعاقة أنا وياي مع الطفولة، سنة ونص أعلنوا الأطباء أن أنا مصاب بشلل أطفال، 4 شهور من الحمى متواصلة في مستشفى راشد. بعد 4 شهور الدكاترة قالوا حق الوالد والوالدة إذا الولد عاش، كان عمري سنة ونص،
عاش بعد الأربع شهور بيعيش مشلول، أو أنه بيموت خلال الأربع شهور اللي ضربته فيها الحمى، هذه حمى الشلل، شلل الأطفال. عدت الأربع شهور الحمد لله طلعنا منها، قالوا حق الأهل ترى خلاص هذا بيعيش مشلول وشلل الأطفال، هذا هو، هذه قصته وهذه كذا وهذه. طيب رجعنا، رجعوا ردوني البيت، وأنا طبعا ثالث إخواني، وعقبي بعد الحمد لله ثلاثة، أنا الوحيد اللي الله اختارني وابتلاني والحمد لله على هذا الابتلاء. طيب الآن الإعاقة هذه شو يسووا بها في البيت؟ الوالد الله يرحمه والوالدة الله يحفظها ما بعارفين كيف يتعاملون وياي في البيت، إن شاء الله بيتعور ولا ريلة عورة ولا ظهرة يعورة ولا شو بالضبط هو هذا. وما كانت في برامج توعية، ما كانت في برامج موجهة للأسر كيفية التعامل مع الإعاقة. حين هذه أوكي، الإخوان شو السالفة؟ ليش ما يتذي يعني؟ ليش ما يرومين؟ إيش ما يروم؟ يوم كبرنا شوي 4 سنين 5 سنين 6 سنين يلعبون كرة وسياكل، أنا الوحيد اللي ما أروم. أبغى أسوي شيء أتشيطن أطيح، لأن قدراتي الجسدية ما مثلهم. فشو تتوقعون يصير؟ تتولد عندك إعاقة نفسية، ما بالجسدية، الجسدية عادي، إذا أنا برمجت عمري أزحف، أدش عزكم الله الحمام، ألبس ثيابي باللي الله أعطاني إياه، بس داخل ياهل 6 سنوات 7 سنوات بيسيل مدرسة، شو تفهم أن هذا قضاء وقدر وأن الله اختارك وأن الله ابتلاك؟ يبغي يلعب، يبغي يستانس، يبغي حياته، صح ولا لا؟ فيبتدي الحاجز شو؟ النفسي داخل، لين ما تكبر شوي شوي دخلوك المدرسة. المدرسة حكاية ثانية، طلبة غير واعين ما يعرفون، صغارية، وهاتي الضحك، يضحكون، هذا شو؟ هذا مخلوق غريب، هذا غير عنا نحن، ودز ولعب ومش عارف ايش، مش سوالف اللي ما ابغى اذكرها انا. بعد تزيد الجوانب النفسية، اصبح عندك عقدة من العالم، كره للعالم، ما تبى تطلع، لا تبى تصير عند ربع، لا تبى تصير مدرسة، تبى بس تتقوقع في البيت، لان أأمن مكان لا حد يعايرك ولا حد يضحك عليك ولا حد شيء، فتستخدم الصياح والدموع شوي وتجلس في البيت. وبالفعل جلست فترة، لكن انتبه الوالد الله يرحمه، وكان رجل الله يغفر له، عسكري في الجيش، انتبه بأن أنا تحولت إلى قطعة أثاث في البيت، شخص جامد جابل التلفزيون وما تكلم، شخص انطوائي، بدأت الصفات اللي تستوي خطرة. فشغل الوالد الله يرحمه العقال، قال العصر إخوانك يطلعون الفريج تطلع وياهم إن شاء الله، طبعاً في وجود العقال ما في كلام، المغرب قبل الأذان نحن في البيت، أسير وياهم الفريج يلعبون كرة، ما أروح ألعب كرة، أدور حارس، وين أدور حارس؟ على الأرض. طيب ما يتغير قوانين اللعب، هاك الجول يشوتون فوق علي، أنا ما يشوتون فوق، ممنوع، إذا شاتوا فوق أوت، زين جول. الحين كيف نبرمج عمارنا نحن الصغارين اللي موجودين يلعبون على مايد؟ لازم نشوت لتحت، تحت كنت صد زين انا يمين يسار انقز على الارض اوكي، بس شت فوق خلاص، لا وقمت اسوي لهم عقوبات احسب فاول اللي يشوت فوق. شوف التسلط كيف بدا. المهم بعد فتره حسيت ان العمليه ترى يعني مو ممتعه حقهم، هناك يشوتون فوق هني ما يشوتون فوق، وقمت اخرب لهم التقسيمه مالهم، جلست برا. هذا الكلام انا اتكلم الحين بدأنا شوي شوي نكبر، 10 12 سنة 13 سنة، وأنا ساير يوم جلست برا كنت أحب أقلد المعلقين، معلقين كرة القدم أسمعهم هاتش الأيام. فأخوي العود جاب لي ميكروفون، كنا في هور العنز، إذا حد من الجماعة هني مال هور العنز، قبل طبعا تحولنا إحنا النبيزات، كنا في الملعب جاب لي ميكروفون ولست أعلق على أوصف الحدث اللي موجود على قدي، قول مش عارف ايش، وعلق على هذا وكرشت هذا ومش عارف، فقمت اسوي شو جو في الملعب، خاصة يوم الفريج الثاني يبون يلعبون يانا منطقة حمدان ولا المنامة، اتولاهم في الميكروفون، ادافع عن ربعي، وكل هجمة حق ربعي اسويها هجمة خطرة، وحق هم كستر مياديفهم، لدرجة ان متى انا حسيت ان انا نجحت؟ لدرجة ان وقفوا اللعب، واحد من الفريق الثاني احتج قال اذا كمل هذا يعلق ما بنكمل المباراة، قلت يس
يعني أثرت فيه، خربت مخه، فصار عندي تأثير. يوم أغيب في البيت، لا وين مايد اللعب اليوم مو بشيء، مايد مسوي لنا جو. فهني تغيرت الفكرة عندي شوية، إنه مو بشرط ألعب كرة ويجيب جول عشان أكون مؤثر في مجموعة أو في فريق، ممكن أسوي شيء ثاني وأكون بعد مؤثر قوي في الفريق. مو بشرط تكون عندي قوة جسدية إن أنا لاعب أو رأس حربة، ممكن أكون مدرب أو مدير فريق، أقود فريق وأثر. هني بدأت الأمور تتغير عندي. في المدرسة شفت الطلبة، قلت خلاص أنا لازم أتبرمجهم، هذا تحدي، يا أكسرهم يا يكسروني، بيضحكون علي برد عليهم، بيتكلمون وياي بتكلم وياهم، بيضاربون بتكفخ ضرب ومروا مضارب. فسويت لي مجموعة شباب شلة ربع، وشفت اللي في الصف، شفت اللي منطوي واللي يمخرس راسي يحط جل لين هني، وشفت الشخص اللي ما يتكلم عدل، وشفت الشخص اللي الأستاذ يسأله ما يعرف يجاوب، وشفت ما... وأنا كنت أتكلم وسولف ومندفع وغيره. سويت لي مجموعة وسويت لي قيادة، وبدأت أترأس مجالس الطلبة في الصفوف، صلاح الدين والمهلب الإعدادي وثانوية دبي، وأصبحت مؤثر في المدرسة، أناقش قضاياهم الواجبات. أكثر شيء كنت أناقشه سندويشات الفلافل، هي الشكوى الوحيدة كانت، ليش سندويشاتنا يابسة؟ دق على الطاولة تسوي صوت، وما المدرسين فيها طحين وطماط. شوف التفكير قبل. المهم تصديت لقضايا موجودة في المدرسة، بدأت أشياء في القيادة تطلع فيني بدون لا أحس، تحولت الإعاقة إلى طاقة، تحول التحدي إلى شيء الله أعطاني إياه، يمكن خذ مني شيء أعطاني إياه ما كنت أعرفه، لكن طلع معايا كيف أقود مجموعة، كيف أثر على الطلبة في الصف، كيف أثر على المدرسين، كيف أجيب حقوقهم من غير ضرائب، كيف أناقش قضايا اللي كانت على قدنا هاتش الأيام، الامتحانات أو المذكرات أو إلى آخره. لما طلعت للمجتمع أو سافرنا برا بالأحرى في بداية 2000، وجدت تحدي ثاني، وجدت المجتمعات هناك تتعامل مع ذوي الإعاقة غير عن ما يتعاملون معنا هنا في البلاد. ليش؟ هني نمر على ناس أو نسير مكان حديقة أو مول، نحصل العالم كلهم ياسين يطالعون تفرجون عليك ليه ما تركب السيارة، والكرسي مالك لين يركبونه، عقب ما تروح سيارتنا عقب يروح. هذه كل أشياء ترى تأثر في نفس الشخص ذوي الإعاقة، خاصة إذا كانت بنت من ذوي الإعاقة ما تطلع برا. نظرة واحدة من أي واحد تحس فيها شفقة ولا رحمة تكسر الشخص من ذوي الإعاقة من داخل. قد نكون نحن تجرأنا شوي وما همنا شيء، وطلعنا لدرجة أن في ناس كانوا يعطونا فلوس، وأنا طرحت هذا المثال في أكثر من مرة، يعقون على كناديرنا بيزات يتحسبونا طلاليب لهالدرجة. لكن بعد حطينا حق عمارنا، أو أنا شخصياً حطيت حق عمري هدف. الهدف تدرون وين؟ يوم طلعت من ثانوية دبي دخلت كلية تقنية، كان بينهم شارع واحد بين ثانوية دبي في الممزر وكلية التقنية القديمة في الممزر. 12 سنة وإحنا نحارب مع المدرسة أن يسوون دورة مياه واحدة لذوي الإعاقة، ما تمت. 12 سنة نحارب عشان المختبر العلمي ينزلون واحد تحت حق أصحاب الكراسي بدل لا يشلون ومسايرين رادين. كم مرة طحنا ودربحنا أنا وربعي من فوق الدرج، ما نزلوا ولا مختبر. بالمقابل في كلية التقنية مدير كندي أول يوم دراسة الأورينتيشن كان مجهز حمام لذوي الإعاقة، أعطانا مفتاحه، كنا نحن اثنين أنا وواحد من راشدية، كان مجهز موقف سيارات برا قدام الباب في ظل أزمة مواقف، الناس كانت توقف على الرمل قدام الكلية، ما حد يوقف غير كان في صفنا الشيخ سعيد بن مجتوم، الشيخ راشد الله يرحمه بن مجتوم، الشيخ سعيد بن محمد بن خليفة، هاي ثلاث مواتر كان مخصص للشيوخ، ومدير الكلية عنده بي ام طويل والعبد الفقير كورولا ليميتد عدالم 97 توه محصل ليسن. كل شيء في الكلية كان مهيأ، اشيل ملفي ما احتاج حد يدزني من الطلبة، اسير وين ما ابغي، اروح الكافتيريا، ارد اللاب، اسير لين سيارتي، ادخل عزكم الله الحمام، كل شيء مختلف، بيئة انا ارتحت فيها. هني اخذت تحدي، قلت انا ما سافرت من دولة لدولة، انا طلعت من شارع جيت على شارع ثاني، بس الظاهر ان انا رحت من فكر لفكر. فحطيت قدامي هذا الهدف، قضية ذوي الإعاقة، إثبات نفسنا، زرع الثقة في المجتمع، إعادة الثقة من المجتمع،
تحقيق إنجازات، تغيير فكرة المجتمع، تغيير فكرة المسؤولين. بالنهاية الهدف مالنا أن تتساوى الحقوق والفرص في بيئة متساوية للجميع. هذا الهدف كان مالينا. ويمكن هذه التحديات اللي أنا ذكرت لكم إياها هذه من أبرز الأشياء اللي واجهتنا في البداية. انطلقنا، خلاص جتنا الثقة، حصلت الثقة، ثقة في نفسي وثقة أن أنا أقدر، لأن شفت الطلبة في المدرسة وشفت الطلبة في التقنية، وبعد فوقت عليهم وحصلت المركز الأول مع مرتبة الشرف في كلية التقنية، وخرجنا الشيخ في العين، وكنت قدوة بعد الشيخ نهيان تكلم فيها قدام الطلبة. ما في فرق، خلاص أنا اندمجت معاهم وتفوقت عليهم أكاديمياً وتفوقت عليهم في مجالات كثيرة، فأصبح أمامي الآن الهدف لازم أوصله، لازم أوصله. شو الله أعطاني؟ الله أعطاني الجرأة، الله أعطاني الكلام، أقدر أتكلم، أقدر أفكر، أقدر أخطط. إذن لازم أستغلهم لخدمة القضية هذه، لأن القضية أنا جزء منها، وإخواني وخواتي من ذوي الإعاقة في المجتمع كله جزء منها. التسلسل الإداري اللي بدأ معايا أساس أوصل لين الهرم، أو الهرم اللي أنا بعدني ما أعتبرني وصلت لقمته، بعد قدامي أشياء وايد ما سويتها، بدأ باللجنة الثقافية في نادي الثقة للمعاقين في الشارجة، ومن ثم عضوية مجلس إدارة، إلى مدير تنفيذي، إلى أمين سر، إلى رئيس لجنة منتخبات، إلى 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 أن طلعت من دولة الإمارات وبدأت أخذ مناصب إقليمية وقيادية. في ديسمبر 2014 كانت الانتخابات الآسيوية التاريخية، ويمكن أنا أقول لكم كنا نتكلم عن 70% من قارة آسيا من اللي نعرفهم من الدول طلبوا أن أنا أكون موجود على رئاسة الاتحاد الآسيوي خلفاً للرئيس السابق الماليزي. 30% كانوا هم اللي موالين للرئيس الماليزي. تشاورت مع القيادة، تشاورت مع الشيوخ، تشاورت مع الحكومة هني أن هذا منصب راح يكون فيه تبعات وفيه وفيه وفيه، وشجعوني ووقفوا وياي. ويمكن تكون الصور اللي أنا بعرض لكم إياها في النهاية بعض الصور لمقابلات أصحاب السمو الشيوخ للإنجازات. ما وجدت شيء في حياتي اسمه مستحيل، أي شيء. ألم، أتكلم عن نفسي الآن، ألم، عمليات سويتها في أمريكا، حدايد حطوا في جسمي، أشياء لو بوصفها أو بعرض الإكسري مالها ما بتغدون، وايد أشياء خليت أصوب ومشيت على هذا الكرسي. مجتمع غير متفهم، قد يكون بعضه غير متفهم، لكن مجتمع طيب، مجتمع من داخله طيب. يا أخوان، الشخص اللي يعطيك فلوس يروح عنك هو إنسان طيب، بس ما يعرف الإعاقة، ما عنده خبرة، ما حد خبره. بس الجانب المضيء شو هو؟ إن إنسان طيب، لو مو بطيب كان ما أعطاك بيزات، صح؟ أنت خذ الشيء الزين في كل مكان، حتى في عملك خذ الشيء الطيب. لو ياك واحد ما تعرفه في الشارع ويلا صفات عليك، كيف تخلي عيالك يلعبون في الشارع كرة؟ بتدعمهم سيارة بيموتون عنب وانتم بحصلينهم في الشارع، ويتحرطم ويروح. لا تقول هذا قليل أدب وهذا ما يعرف ينصح، قول ان هذا اعطاني شيء زين بس اسلوبه ما كان حلو، بس هو طيب. لو ايش حق عور راسه وياك وعيالك؟ كذا نحن غيرنا فكرتنا كافراد من ذوي اعاقة، عشان ما نكره المجتمع كنا ناخذ الجانب الطيب. وصلنا لبعض التحديات في القوانين والتشريعات والامور والى اخره. حلو الاندفاع، نحن مندفعين الحين. نحن شو ياسين نقول؟ نقول انت الان في مشوارك شو الاشياء اللي تواجهها في وظيفتك في الدوام عشان توصل لشيء معين؟ تواجه عقبات من الموظفين، تواجه عقبات من جسمك، تواجه عقبات من المسؤول، من المدير العام، من الوزير، من من من، بس اكثر على وزير مرو مرمس، ما حد يخبر ابو محمد هني. انزين، فهذه العقبات كلنا نحن نواجهها. انا واجهت عقبات مع مسؤولين. اول شيء حطوا دائره، منو هذا مايد العصيمي اللي كل يوم عافت في اذاعه وفي تلفزيون وما عطونا نحن المعاقين والمعاقين مقصرين ويانا، وحطوا علي دائره على اساس انه لحظه لازم شوي يهدى هذا، لانه صار الان يتكلم هو صح له حق وما في حد غيره، وليش يتكلم هالكثر؟ زين خلاص عرفنا بنسوي، اوكي 5 سنوات ما استوى شيء، ردينا نتكلم مره ثانيه، لحظه ليش هذول ردوا يتكلمون مره ثانيه؟ يا بني ادم، يعني 5 سنوات نحن نتحدث عن مشروع كان بينطلق في 2006. حققنا اول انجاز قد اكون انا جزء فيه، وانا افتخر اني جزء فيه،
أن الصدر أول قانون لذوي الإعاقة في دولة الإمارات في 2006 أصدر رئيس الدولة الله يحفظه. خلص القانون، باقي إحنا نطبق القانون عشان نحن نأخذ فوائده، عشان نصعد وننزل ونصير وياكم الباصات والسينما والحدائق وندرس ونتعالج مثلكم، ما في فرق بيننا وبينكم. ما تطبق القانون أصبحت نفس المشكلة. إذا بصير أطالع مباراة سووا لي ألف تعقيد، ما عندي مكان إجلس. أنتم تعرفون أن أنا واحد متعصب للأهلي، لازم يصير مبارياتهم أضارب، يلسوني عند الاحتياط، يلسوني وراء الحكم، أنا بطالع المباراة بطالع المباراة. بس غيري وحليلي يوم ييبه أخوه ولا حد أول كلمة يقول للريال ممنوع الدشني ما تطالع المباراة، يلف بكرسي ويرد يركب السيارة ويرجع البيت، لأنه ما عنده الجرأة أنه يواجه المشكلة. صدر القانون وصدرت وراء التشريعات، وسوينا شوي بعد حركة هني في إمارة دبي مع مجموعة من ذوي الإعاقة، حققنا إنجازات رياضية يمكن أنتم شهدتوها في وسائل الإعلام حتى نبين للناس وللقيادة والمسؤولين أن نحن ترى ما بقاصرين عنكم. العلم واحد، هو علم دولة الإمارات، والسلام الوطني واحد. إذا كان يحققه واحد من ذوي الإعاقة ولا غير ذوي الإعاقة، ترى كلنا نشترك في دولة واحدة ونعمل. تفاعلوا الحمد لله الحكومة في إمارة دبي، وتفاعل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بقوة مع هذه المطالبات من ذوي الإعاقة. صار فيه حراك كبير في إمارة دبي. أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد قانون في 2014، أصدر بعده سمو الشيخ حمدان بن محمد ولي العهد الله يحفظه أشياء أضاءت لذوي الإعاقة دروب وبشرت بمستقبل إن شاء الله يكون من ذهب. هي اللجنة العليا لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مع مبادرة سامية تاريخية ما شفناها نحن في أي دول من اللي سافرناها، لا في الشرق ولا في الغرب. هي مبادرة مجتمعي مكان للجميع. حتى الشيخ حمدان ما قال مجتمعي مكان لذوي الإعاقة، ما يبى يفرقنا عنكم، يبانا كنا نكون واحد، مجتمعي مكان للجميع. أنا وأنت كنت من ذوي الإعاقة، كنت من 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 فئة البنات، من فئة الأولاد، من فئة الشباب، من فئة الشياب، مجتمعي مكان للجميع. فهذه من أبرز الأشياء اللي نحن أو أقول أنا أن وصلنا لها الآن في مشوار التحدي أو في مشوار العمل، وشو هي أهم الصعوبات اللي واجهناها نحن. يمكن تكون الرسالة الأخيرة اللي أنا أبغى أوجهها، أنا الوحيد اللي ملتزم بالوقت. علا وين علا؟ زعلت علا، روحت استقالت إيه صح؟ أنا الوحيد اللي ملتزم بالوقت، تقول لي لا. طيب خلصنا خلصنا. الرسالة اللي بوجهها لكل الإخوان والخوات اللي ما شاء الله، مثل ما قال سعادة الأخ مطر الطاير، إنكم أنتم إن شاء الله تكونون قادة في المستقبل، أو أغلبيتكم بيكونون قادة ومسؤولين وفي مناصب عليا، بأن قد ما تواجه من مصاعب وقد ما تواجه من تحديات، أوقف مع نفسك وقفة واعرف أن هناك فيه أفراد وأشخاص أو حالات أصعب منك بكثير وتجاوزوها، فبيكون من الخجل أنك أنت تتوقف عند هذه النقطة. خل ثقتك بنفسك قوية. تجربتي الشخصية أقدر أقول لكم إياها في شيء تعلمته، لا خير في عمل غلب الرياء فيه الإخلاص. عمل فيه رياء ما فيه خير، عمل فيه إخلاص هذا الخير كله، أو مثل ما قال صفوا النية. الرياء أنك أنت تنجز يوم يكون مسؤول ولا الوزير ولا المدير ولا غيره، أنت تشوفونهم موجودين معنا يتنطط ويسوي وغيره، وهذا بس عشان هذاك يروح أو الكاميرا تروح أو المسؤول يروح. هذا مثل فقاعة الصابون بالضبط، حلوة جميلة تطير ألوانها زاهية، بس لما تنفجر تتلاشى ما يبين منها شيء. أما العمل المخلص اللي تسويه لوجه الله، شاف مديرك ما شافه، شاف مراجعك ما شافه، لوجه الله، هذه شيرة، شيرة غرسها تحت قوية ما تهزها رياح. نحن اشتغلنا أو أنا شخصيا اشتغلت بإخلاص لقضية ذوي الإعاقة، ما طلعت حد وما شفت حد وما كنت أبى شيء من حد، كنت أبى أوصل قضيتي للمجتمع. شوفوا الخير اللي يالنا عقب، براويكم إياه في الصور الحين بسرعة. شوفوا الخير اللي يالي ذوي الإعاقة عقب. كل اللي تسويه سوى بإخلاص، لا تطالع حد، هذا رزقك،
هذا ترقى بواسطة، هذا ترقى بمدري إيش، هذا عنده ما عنده. طالع رزقك وطالع مكانك، الله أعطاك إياه، يمكن الله عطنا هذا الشيء هسه بيبتليه بشيء يبلأ، أنت ما تعرف. طالع رزقك، لو ما حصلت علاوة، لو ما حصلت سمع. أنا موظفين اللي في النادي، أنا يمكن مسؤول إحنا عن 100 موظف في نادي دبي لذوي الإعاقة، يوميين يحد أو نسوي جلسة مع الموظفين وغيره يتكلمون عن غيره. دائما أنا أحاول أقول له طالع رزقك، لا تطالع فلان ترقى، فلان حصل علاوة، فلان. طالع رزقك أنت، شوف رزقك بس، هذا اللي الله كاتب لك إياه. ولا ما أبغى أشوفك يوم يأذن تصير تصلي، أنت تصلي معناتك ما مؤمن بربك. إذا أنت مؤمن بربك طالع رزقك، ترى هو اللي يعطيك، ما بنا ولا رئيس النادي ولا الوزير، ما حد يعطيك، هو اللي يعطيك وهو اللي يرقيك وهو اللي يشلك وهو اللي يفنشك وهو اللي يسوي. نحن أسباب، مثل ما الله سخر لنا نحن أسباب، تشوفونا الآن معاكم هني، هذا من أعظم الأسباب اللي الله سخرها لنا نحن ذوي الإعاقة، عشان الهم والغم اللي فينا في المجتمع الله جعل في الدنيا سبب، في الإمارات سبب، عشان يضحكون ويبتسمون وتعود لهم الثقة وتعود لهم الحياة، ويقولوا رب العالمين ما يظلم، رب العالمين عادل. أنا خذت منك نعم نظرك، خذت منك جسدك، خذت منك سمعك، لكن بسخر لك أسباب تسعدك، نسيك هالأشياء، سواء أهلك ولا قيادتك. الشيخ محمد بن راشد الله يحفظه، من أعظم الأسباب اللي أنا شفتها الله سبحانه وتعالى جعله لإسعاد أبناء من ذوي الإعاقة. تشرفت في الكثير من الجلسات مع أصحاب السمو والشيوخ، وفي كل جلسة أرى منهم وأسمع كلمات تزيدني فخر وعزم، لدرجة أن حتى الكرسي هذا أحس أني بنش بمشي منه. ولا حد فيهم يتكلم عن أن نحن معاقين. الشيخ محمد قال الإرادة ما يمتطيها أي فارس، الإرادة خيل، وانتو فرسان الإرادة من سنة 2004، من يومها نحن سمنا فرسان الإرادة. والحين يوم يشوفني في مكان ما يقول وين المعاقين، شخبار المعاقين، لا شخبار الرياضيين، شخبار الفرسان، يقول الشيخ محمد. هذا الشيخ سلطان الله يحفظه اللي زرع الثقة في نفوس ذوي الإعاقة في الشارجة، أول نادي كان في دولة الإمارات، هو أطلق عليه اسم الثقة، لأن حس أن هذه الشغلة اللي ناقصة هذه الفئة، أن نعطيها الثقة. هنا في واحدة من المناسبات نحن نفتتح مخيم الأمل، وهذا الشخص العظيم أبو خالد اللي لما تكلمنا مرة في ندوة كان حاضرنا هو، وتجرأت وتكلمت شوي يعني بحرقة عن التجاهل الحاصل لذوي الإعاقة، ما جاوبني في الندوة، نزل تحت ويلس على الأرض وأنا أشل ميدي أقول طويل العمر تعال فوق، قال لا أنا مرتاح جي. أول شيء سواه يلس يتكلم وياي على نفس المستوى، ما طالعني من فوق ورمسني، قال لي تقدر تيني البيت؟ بخاطري أقول ضاع الولد، قلت له أكيد أقدر، أقول أقدر طال عمرك، يعني تخيلني بقول لك لا بروح سيت سنتر. يوم رحت للبيت في 2004 وجدت إنسان يعني اللي غير حياة ذوي الإعاقة، الشيخ محمد بن راشد والشيخ محمد بن زايد والشيخ حمدان العين والشيخ سلطان قبلهم، قال خل الرياضة، الرياضة أمرها هين، فندعمكم فيها. أنت في نبرتك عندكم مشاكل في المجتمع، شو مشاكلكم؟ قلت له بتسمع طويل العمر؟ قال لي بسمع، كان أعطي، قلت له كل شيء، قلت له حتى ثلاثة أرباع اللي دشوا الميلس عندك ما سلموا علي، سلمون على الناس الوقوف يوم يمرون على الكرسي ما يعرف بدوي، ساروا يلس سلم، وأنا كل ساعة أسوي شيء بسلم يعني. قلت له لياب شاي، ما أعطاني شاي، وأنا أضحك ويضحك ويدري أنا شو أطري. أول يوم، اليوم الثاني كسر الدرج اللي قدام الميلس، سوى من حدر الشيخ محمد بن زايد، واسمعهم يقولوا لي داخل أن الشيخ أعطى أمر بتكسير الحمامات عزكم الله، وسوون حمام حق ذوي الإعاقة. يعني الشيخ محمد بدأ في بيته قبل لا يبتدي في المجتمع،
خلال سنتين طلع قانون ذوي الإعاقة. فيوم تكون عندك مثل هالقيادة، شو هي الإعاقة؟ ولا شيء. عيب عليك أنك تستسلم للإعاقة يوم عندك قيادة مثل هذه وعندك شعب مثلكم أنتو محب. هني من ضمن اللقاءات الصديق سمو الشيخ حمدان بن محمد في كثير من من المناسبات اللي دعم فيها، وهني يوم حضر معانا لندن زار الشباب في القرية الأولمبية واستمع وشاف، لأن أنا سرت لهم في الصورة هذه يشوفون، سرت لهم سباق القدرة كان في لندن بعد في نفس فترة الأولمبياد، نحن كنا معسكرين هناك، فقلت له طويل العمر أنا جيتكم الحين السباق شجعتكم، فأنت لازم تجينا بعد القرية الأولمبية تشجعنا. قال شو أنت جاي مصلحة؟ قلت له والله طويل العمر كيفك عاد. قال بييكم، ويوم قال بييكم عرفت أنه بيينا يا القرية الأولمبية. عقب ما جاء ويلس الشباب وتكلم، اليوم الثاني عبد الله العرياني جاب ذهبية في الرماية من هذه من هذه الزياره، لان اول 4 ايام نحن في انتكاسه، كل ما يدش لاعب عنا المنافسات النهائي نطلع ما نجيب ميداليه. وهذا الشيخ مايد وهذا سفيرنا في احدى الدول وهذا سفيرنا في لندن، وهنا بعض الانجازات اللي حققناها مع الزميل ايضا رئيس الاتحاد الاماراتي لرياضه المعاقين محمد الهاملي، وهنا الابتسامه اللي انت تقدر كل واحد فيكم يقدر يرسمها على وجوه ذوي الإعاقة يوم بترد البيت في نهاية اليوم، بتحط راسك بتعرف قيمة الفخر لما تفرح أو تسعد هذه المجموعة. أيام الشباب واللياقة حين كرشة، مارست هوايات التعليق في كثير من القنوات في المباريات كرة السلة أو الخاصة بذوي الإعاقة. هذه صورة قديمة وايد، كانت البداية في الشوارع في المسيرات أيامها الكشخة، طبعا أنتم شايفين قلم اللي لامع. هاي الصورة من زمان، وكنا نسير قبل في الشوارع، يعني نطلع في مسيرات سميها مسيرات العطاء والأمل، يعني نوصل نحاول المجتمع حتى يوم نوصل تحت بعض البنايات كانوا يفرون علينا عيش. هذا الشيء الوحيد اللي لين الحين ما عرفت ليش. هنا القيادة كيف تكون أنت ملهم، كيف تحمس ربعك وقت المنافسة، كيف تزرع فيهم حب الوطن والغيرة على الوطن وأنك تجيب ميدالية، كيف تقدر تسوي كل شيء بروحك، كيف تكون مؤثر، كيف ما تتغلب. هذا سفيرنا ظني كان او سفير امريكا كان هنا في مناسبه في ابو ظبي، هنا يوم تسرنا المانيا في 2005 بناء على توجيهات الشيخ محمد بن زايد ان نشوف شو هي الادوات والمعدات اللي هي خاصه بتطوير حياه ذوي الاعاقه، لاننا نحتاج ديفايسز نعيش، مو بس نتكلم نقول نبغي، لا، السياره يباله معدات، عزكم الله الحمام يباله معدات، الكراسي وغيره. فسرنا المانيا كانت من الدول المتطوره جدا في هذا المجال. هذه زياره لاستراليا ايضا في 2005 مع مكتب قانوني في استراليا. النظام عندهم اذا سار ذوي الاعاقه في مكان مطعم نفترض وما وجد دخول، يروح يلجا للمكتب هذا القانوني يقدم شكوى على طول بالتليفون. فالمكتب القانوني وظيفته أنه يروح للمصلحة هذه يقول له ترى في قانون في استراليا لذوي الإعاقة لازم تلتزم فيه، إذا ما كنت تعرفه بنعرفك فيه وبنجيب لك مهندسين يساعدونك. إذا رفض أنه يلتزم بالقانون أو ما كان يدري وقال سوري أوكي بسوي المنحدر لأني ما كنت أعرف، إذا رفض فهم يودونه بعد ذلك للقضاء. هذه فرحتنا مع إنجازات ربعنا الشباب اللي دائما نتشرف فيها. هذه في الصين والبدلة الصينية في 2007، كنت أتكلم صيني قبل الحين ما أعرف نسيت. وهذه للشباب من الإعاقة الذهنية قبل مباراة كرة القدم، وهذه فرحة الأهل واللاعبين في أمريكا. وهنا لو تشوفون يعني الصورة المعبرة أكثر، الإعاقة الذهنية أكثر إعاقة محببة لقلبي أنا شخصيا، أحب التعامل معها وأحب أني أخدمها وأحب أن أشوفها دائما مرتاحة. الرقم اللي تغير عندنا من 7 أنفار كانوا مشاركين قبل 15 سنة، اليوم كنا رادين من أمريكا نحن قبل شهر بمنتخب فيه 60 لاعب ولاعبة من الإعاقة الذهنية. هذه إحدى المراكز، مراكز الإعاقات الذهنية في نيويورك، إحدى الزيارات. وهذه الطفلة اللي يمكن بعد غيرت شوية عندي مفاهيم وايد، طفلة عندها إعاقة مركبة، 3 إعاقات في واحد، ما بحركي وتتكلم، هي حركي وما تتكلم وما تسمع، وعندها تشنج في اليد والريل،
يعني ريولها وديها، لاحظين الكرسي انتو كيف السبورت اليمين ويسار؟ اذا ما فيها السبورت ريوها تطلع برا، اذا ماشي سبورت حق ظهرها يديها تطيح برا، اذا ماشي سبورت حق الرقبه رقبتها تطيح، ما تتكلم، ما تسمع، ما تمشي، ومع ذلك مبتسمه في هذا المركز، تدرس مع طلبه يسوي لهم بروجرام. خذوا سنه لين ما يطوروا لها كرسي على حجمها وقياسها في هذا المركز في نيويورك. شرفت اني اتصور وياها وحطيتها في حساب الانستغرام مالي. هذه الطفله يمكن انا حزتها اقول الحمد لله انا بخير ونعمه عنها هي. وهذا مبنى اليونيسيف، صرنا بعد في 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 جهود بيننا وبين اليونيسيف الحين في قضيه ذوي الاعاقه وحقوق ذوي الاعاقه الدوليه، لان في مبادرات الان الزاميه على الدول او اتفاقيات اجباريه على الدول بان تطبق معايير. وترى الشغله الوحيده اللي في الصوره انا ما اسويها الكرفتة، لان الحين ما اعرف اربطها، خلنا اكون واضح وياكم عشان ما تقولون شو اسمه. وهذه الاتحاد الاسيوي يوم فزنا في الانتخابات الأخيرة، وهذا علم الإمارات الأغلى عندي أنا اللي أنا دائما أتشرف أن أحطه ومثل. هذه زياراتنا لبعض وزير الرياضة في ماليزيا بعد تقلدنا المنصب الجديد، وأشكركم جزيل الشكر على وإن شاء الله أشوفكم قيادات بإذن الله ومدراء، وعقب عادة تبتدي التلفونات تعرفون ليش. شكرا. شكرا للسيد ماجد العصيمي على هذا العرض المميز. أما الآن ندعو سعادة عبد الله الشيباني الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي لتقديم الترع التذكاري.